ربنا إننا توسلنا إليك بتلاوة كلامك الكريم وبذكر أسمائك العظيم لتقربنا إليك زلفى وافتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من المقربين ربنا إننا توسلنا إليك بتلاوة كلامك الكريم أن تجعلنا تلامذنا وتلامذاتنا وذرياتنا من العلماء العاملين إمام المتقين الصالحين الطائعين لله ورسوله اللهم ارفع درجاتنا وطول عمرنا في بلدك وحسن أخلاقنا وحسن أخلاقنا وحسن أخلاقنا ووسع رزاقنا وحبب لنا الناس أجمعين وتباعد الغدوة من بني آدم ربنا إننا توسلنا إليك بتلاوة كلامك الكريم أن تعز دين الإسلام والمسلمين والكافرين والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك عذاب بحق رب العالمين.